ولدي كبير كاين جمعيات. انا هي الزوجه ديال الولد اللي لقى مختفيه خديجه من المغرب. المهم انا ما عارفاش بزاف على هذه القصه حيت انا هضرت معاه غير في التليفون وقال لي بان شي مره حطاتها من الطوموبيل وهو ماشي شي صحابه بلا راه خاطفاها شي صحابه شي بريكول ولا شي حاجه. المهم مشى شد المره حطاتها تما غاده بغى يمشي يرجع لها بنتها شد الدريه هربت لي الشانطي بغى يشد المره هربت لي عاد قال لي واحد الولد بان الدريه هي اللي شافرينها كيقلبوا على والديه فاش مشى جاب الوالده. دابا ما عرفناش اشنو داروا معاه في الدار الحمراء باقي مسخسخ تما ما عرفناش اشنو غيديروا. ما قالش لي انا بالضبط حيت انا كنهضر معاه دغيا كيقطع عليا اصلا دابا كنصوني عليه وما كيجاوبش في التليفون اوكيبي ما عرفتش انا دابا عيطت للشيخ قال لي راه باقي مدخلينه باقي مداروا معاه هو ساكن اللي تعبوا نرجعوا لهم السرب هو ساكن فيرار ولكن كيخدم هنا في البلوك. هنايا جيت الفران ديال البوليسي حطت امراه دير الخمار شافها واحد الدري عنده كيدير الكارو شافها عرف الدري قال لها واش هذه بنتك قالت لي لا ماشي بنتي شد الدري هو هي هربت كنت انا كون حضرت في هذاك الديكور ما غنشدش الدري غنشد البنت المراه غنشدها واش فهمتي الدري ما عرفش حطها في هذا الصباح هذا العشرة بحال هكاك الدريه دخلت هنا انا سمعتيني هذا الشيء اللي كاين وما خدم معانا ديك الجمعيه ديال تقيس ولدي ما تقيسش ولدي راه ما خدامه معانا ما والو راه كذوب كتخدم مع اصحاب الفلوس خدم معانا الامن والقياد والمخازنيه هما اللي يخدموا معانا والبوليس الدار الحمراء هما اللي يخدموا معانا شي حاجه اخرى راه ما كايناش يقول لك ديك الجمعيه ديال ما تقيسش ولدي هذيك كتخدم كيخدموا مع باك صاحبي واخا نعرف يصيفطوني انا ما عارف فين اللي كاين نقولوا وخدموا معانا ولاد الدرب هنا هما اللي نوضوا الجد تخلعت المراه اللي شافراها جات حطوها هنايا هذا الشيء اللي كاين الدريه عامره حبوب من هنا و... لا ما تخافيش ما نصورش لا لا انا في الكبار تصور تماك قالت لا اجي انا خويا راه الفرحه ديالنا ما تصورش هاد النهار حنا فرحانين بزاف وكلشي هاد الناس وهاد الجيران وهاد الحي كلشي فرحان والحمد لله هادي فرحه كبيره دابا تنقص علينا داك العذاب وتنقص علينا داك الفقصه والناس ما بقاتش حنا اللي كلشي كنهز معنا هاد الحمل دابا غادي يتحط والرجوع ديال خديجه فتح لنا كلشي فتح لنا كلشي الحمد لله. خديجه قال لك جابوها شي ناس وقربوها لهم للدار وقالوا لهم دابا لقاوها باقي التحقيق كيحققوا معاهم كيفاش غيلقاوها وكيفاش داك الشيء باقي ما وصلناش كيفاش لقاوها.